عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. اليوم هجاوبكم على الأسئلة، هجاوب الأسئلة اللي جات على قناة الدكتور هلال يوم 27 فبراير. فخلينا نبتدي بأول سؤال. طبعا سؤال عن، لو سمحت، مين بقى أم رحب؟ لو سمحت يا دكتور، لو عايزة أصوم شهر رمضان كامل أخد الحبوب إمتى، مع العلم اني مش باخد اي وسائل لمنع الحمل؟ امتى تاخد الحبوب؟ ام رحاب عايزه تصوم شهر رمضان بدون ما تيجي عليها الدوره، ودي ناس كتير بتعملها، بتاخد الحبوب قبل الدوره على الاقل بخمس ايام وتستمر عليها. يعني هي بتبقى عارفه ميعاد الدوره امتى، قبل ميعاد الدوره بخمس ايام على الاقل وتستمر عليها لحد اما يخلص شهر رمضان. ده بالنسبه لام رحاب. بالنسبة لواحد تاني اسمه زليل ايفن، مرحبا دكتور، معاك خليل محمود من سوريا، اهلا بيك واهلا بكل اهل سوريا ورب تكونوا جميعا بكل خير. مرحبا دكتور، معاك خليل محمود من سوريا. انا بعض الاحيان يجيني وجع في الخصية اليمين واحيانا اليسار وتورم في الخصية وحمار في حال طلعت على التواليت وفي حال او ضغط او كده، قبض او ضغط، ووجع في الحالب، وجع يعني في مجرى البول. اهلا بك يا محمود يا خليل، اهلا بيك واهلا بجميع اهل سوريا ويا رب تكونوا جميعا بكل خير. الاوصاف اللي انت بتقولها ديت لو هي مستمره معاك، دي معناها ان في احتمال كبير يكون عندك يا التهاب البربخ ايبيديدمايتس او التهاب تيستايتس اللي هو التهاب الاوركايتس اللي هو التهاب الايه، الخصيتين. وفي الحالتين بتحتاج طبعا تاخد مضاد حيوي مناسب، ولو في الم بتاخد مسكن لهذا الالم وتشرب سوائل، والعلاج تاخده لحدود مدة اسبوع، لان ممكن برضو الالتهاب يكون امتد الى مجرى البول. والف سلامة ليك. بعد كده في سؤال من يماني، ده يماني ده مش بيسأل، ده بيستأذن انه يسأل. يا سيدي اتفضل. يا دكتور يماني امير، يا دكتور ممكن سؤال؟ اهلا بيك، اتفضل يا استاذ يماني، اهلا بيك، مش محتاج تستأذن. شعبان علي برضو، اهلا بيك يا شعبان، بيقول ايه يا دكتور؟ شعبان علي بيقول السلام عليكم يا دكتور، عندي تفسير من حضرتك، يعني يقصد سؤال باي. تفسير ايه يا شعبان؟ ما تخش على طول في الموضوع، امور يا اخوانا، ايه الموضوع؟ انتوا لازم تستأذنوا يعني؟ يلا خير، في ناس كده الذوق والاخلاق عندهم شويه عاليه حبتين يعني، اهلا بيهم وسهلا. واحد عبد الله القحطاني، دكتور حبوب جاموره ايش صار عليها؟ والله لسه ما فيش اخبار، ما احنا قلنا الابحاث بتاعتهم بتاخد شهور وشهور على ما تخلص مرحله من المراحل. على كل حال اكيد حضرتك عارف الموقع بتاعهم بتاع الشركه، ممكن تخش على الموقع برضو وتتابع وتشوف الاخبار عندهم ايه، لكن انا حسب علمي لسه ما فيش جديد، لسه في مرحله الابحاث، بيعملوا الدواء على عدد كبير من المرضى المتطوعين وبيشوفوا هو فعاليته خلاص مثبته، بس بيشوفوا بقى هل لي اعراض جانبيه، هل لي خطوره، هل كل الحاجات دي، هل هو امن ولا لا. وده طبعا موضوع مهم جدا، لان مش فيش دواء هينزل السوق الا لو كان درجه الامان بتاعته عاليه جدا وما فيش اضرار على صحه الانسان منه. بعد كده سيمو افراح، انا عندي الم كتير في خصيه وبعض المرات الخصيتين. طيب يا سيمو، ما نفس الحكايه، لو الالم ده مستمر انت بتتبع الاجراءات البسيطه، لو الالم ده بيجي لك من الوقت الاخر وبسيط، الاجراءات اللي مشروحه تحت الفيديو بتاع الم الخصيه وبتتحسن ان شاء الله. لكن لو الالم شديد ومستمر طبعا يستحسن ان انت تكشف وتاخد علاج، والعلاج في الغالب هيكون مضاد حيوي ومسكنات، لان ده الم شديد في الخصيه يكون التهاب في الخصيه، التهاب في البربخ، الامور دي هي اللي بتعمل الم شديد. لكن لو الالم بيجي من وقت للتاني كده وبسيط محتمل، فبتاخد الاجراءات اللي احنا كنا شرحناها قبل كده في الايه، في الفيديو، راجع الفيديو وشوف الاجراءات دي واتبعها، واذا اتحسنت خير وبركه، ما اتحسنتش او لسه لا، بتكشف بقى عشان تاخد العلاج المناسب.
في معنا الأخت فاتن لفارة. سلام دكتور، أنا محتارة جدا وأتمنى أن تجيبني. أنا عملت تحليل دم في شهر أكتوبر الماضي، طلع يعني من حوالي 6 أشهر، طلع عندي فيروس بي 16.9، مش عارف أنا إيه 16.9 ده، يعني ده عملت بي سي آر ولا عملت إيه، وفين التحليل نفسه عشان نقدر نفهمه يعني. المهم هو باختصار رحت عند طبيب اختصاص كبد وشاف التحليل، قال لي بأن هذا الفيروس أصابك وشفيت. يعني كلام الدكتور ليها ان هي جات لها الحاله الحاده، اللي هي قلنا ان الحاله الحاده لما بتصيب الناس 80% منهم بيخفوا، وفقط 20% او اقل هم اللي ايه اللي بيتحولوا الى الحاله المزمنه، واللي يعني دول المشكله، لكن 80% واكثر بينتهي الفيروس تماما بفضل مناعه الجسم في المرحله الحاده الاولى. لان النسبه ديت لو النسبه ديت بتتكلمي 16.9 بي سي ار 16.9 انترناشونال يونت او كوبيز نسخه، دي نسخه نسبه ضعيفه جدا، والتحليل يطلع undetected يعني مش باين. والمهم يعني يا ريت تبعتي لي برده تحليل لو انت لسه قلقانه، لكن هو كده من شكل التحليل اللي انت كاتباها دي، هو العربي داخل في الانجليزي فملخبط ترتيب الكلام، لكن من شكلها كده انك انت سليمه ان شاء الله. لو عايزه تتاكد اكتر ابعت لنا صور التحليل، وممكن تبعتيها على الموقع بتاع اللي هو dr-hilal.com. وبكده يبقى انتهينا من الاربع خمس اسئله اللي جم خلال هذا اليوم 27 فبراير الصبحيه، احنا لسه هنا الظهر، وان شاء الله ألف سلامة للجميع. واللي عايز أي حاجة ما يترددش، اللي عايز يستشير أو يسأل ما يترددش إنه يحط سؤاله يا إما هنا في القناة يا إما على الموقع بتاعي dr-hilal.com، والرابط بتاعه على الشاشة أهو، وهحطه تحت ودايما محطوط تحت الفيديوهات بتاعتي. وألف سلامة ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.